مرحبا لكل متابعي مجلتي. أنا الدكتورة دانيا الشيفي، أخصائية طب عام طب تجميلي. اليوم رح نتكلم عن التقشير الكيميائي، أنواعه، فوائده واستخداماته. لابد من أن نكون حذرين من استخدام التقشير الكيميائي مع أصحاب البشرة السمراء، ولابد من المريض أن يتبع نظام معين في استخدام واقي الشمس والترطيب المستمر وعدم التعرض للشمس خلال فترة 10 الأيام التالية للتقشير.